العلاج بالفنون هو علاج نفسي وعاطفي، يفسح للطفل فيه أن يجري حواراً مع المعالجة وأن ينتج أشياء بالمواد الفنية المتوفرة ليعبر عن مشاعره ويفحص كيف يمكن أن يتصرف وأن يواجه المواقف والتحديات. عن هذه الطريقة من العلاج نستضيف المعالجة منال صباح من كفر يسيف. أهلا بك معنا. أهلا فيك، ولكن من شفا عمر سابقا. من شفا عمر من كفر يسيف وشفا عمر نفسي شي كل بلداتنا العربية محيطنا طبعا نعتز ونفخر بها. بداية احكي لنا شو منعني بالعلاج العاطفي بالفنون؟ العلاج العاطفي بالفنون هو علاج أو أداة علاجية اللي بأخوذة من علم النفس، تضاهي علم النفس. من خلالها نستعمل أدوات بالفنون، وبيكون الوسيلة الرئيسية في الجلسات العلاجية هو الفنون ونظريات علم النفس. يعني كيف تتم طبعا، ولأي فئة عمرية مخصص هذا العلاج؟ نقدر نقول انه لشتى الشرائح العمريه من جيل 3 سنوات حتى جيل المسنين بتم هيك. اذا كان في مدارس طبعا من خلال المستشارات او من خلال صفوف التربيه الخاصه، احنا ومربيات الصفوف التربيه الخاصه بنقدر احنا نلاقي الطلاب اللي هن بحاجه الى عندهم نقول صعوبات عاطفيه او مشاكل مهارات اجتماعيه، صعوبات تاقلم مع الطلاب او حتى قدرات تعليميه منخفضه، بالاضافه كمان لصعوبات تركيز، هاي في المدارس. بينما اذا بدنا نروح للاطار الخاص في العيادات، فالاهل هناك بيحسوا انه في ازمه معينه ابنهم عم بمرقها، فبامكانهم يوجهوا اولادهم لعلاج. نعم، المعالجة منال، هل في مؤشرات تظهر يعني على الطالب على الطفل تستدعي انه المدرسة او توجه الاهل للحصول على هذا العلاج؟ اكيد المؤشرات هي كثيرة. لنفرض انه فجأة صار في عنا طالب اللي هو منزوي او انطوائي، او حتى ازدادت اندفاعيته او انفعالاته، صار في عنا مشاكل، يعمل مشاكل مع الاولاد، أو فجأة رسوب في الامتحانات، عدم التركيز من خلال الحصص، بيوجدوا مشاكل في من خلال الساحات في الإطار المدرسي، فهذا بيستدعي مؤشر من قبل المدرسة. بينما في البيت ممكن يصير عندنا فجأة تبول لا إرادي، عدم نوم مستمر، خوف، بكاء وصراخ في الليل، مشاكل بين الزوجين اللي هي تتيح صعوبات عند أولادهن، مشاكل متعددة، حتى كمان إذا كانوا طلاب مع توحد، فتنمر، ولد تعرض لتنمر من خلال المدرسة أو من خلال البيئة اللي هو عايش فيها، فالإشي بيستدعي أنه يتوجهوا لعلاج. كيف ممكن نعرف أي نوع علاج بناسبنا أو بناسب ابننا طفلنا؟ نقدر نقول انه العلاج العاطفي هو يدمج عده علاجات: العلاج بالفنون المرئي، العلاج بالحركه والرقص، العلاج بالدراما، العلاج بالسايكودراما، العلاج بالموسيقى. فمنشوف احنا شو ميول الولد، احنا هون عم نحكي قصة اكثر عن اولاد، فبدنا نشوف شو ميولهم اكثر، هل هن قريبين اكثر من الفنون، هل هن قريبين اكثر من الدراما. فبناء على هيك ساعتها احنا كمعالجين، مثلا انا اذا توجه لعندي طالب او ولد اللي حسيت انه مش ملائم يكون عندي، ممكن اوجهه لعند معالجه ثاني. من هل بتشعري انه لما بتم العلاج لنوصل للنتائج المرجوة، هل هذا بيتعلق ايضا في الاهل؟ اكيد الاهل لهم دور جدا كبير. كمان مرة بدي ارجع هيك اعمل توزيع بين الاطار المدرسي والاطار في العيادة الخاصة. نعم. في المدرسة احنا اجمالا بنستدعي بالبداية الاهل، كمان نسمع عن كيف كان ابنهن او بنتهن منذ الولادة او منذ الحمل فيهن، ايش المؤشرات اللي صارت، كيف كبر، كيف نمى، كيف بنى، كيف كان تطوره بشكل كامل، وكيف علاقته مع إخوته، العلاقة مع البيئة المحيطة. وكمان في العيادة كذلك بنعمل شيء شبيه. فالأهل إلهم دور هون إنه لازم
يجيبوا ابن هام إذا كان بالعيادة الخاصة يتابع ويستمر ويآمن ويكون عندهم ثقة في المعالج، يكون عندهم ثقة في إنه إحنا بدنا نغير، ويأخذوا بالنصائح اللي إحنا بنعطيهن إياها، ويبنوا كمان هن طريقة تعاملهن مع أولادهن بناء على هذه النصائح. طبعاً تبدأ تشعر في حدوث هذا التغيير طبعاً وصولاً للنتائج المرجوة، فكيف بتبدأ هيك الشغلات أنت تشعريها الأهل في المدرسة؟ أكيد يعني التوافق بين كل الطواقم للوصول للنتيجة أكيد. الإيجابية. إحنا بنشتغل في المدارس كطاقم كامل، يعني لابد لما يكون أنا المستشارة مربية الصف، المعالجات الباقيات مثل المعالج بالتشغيل، المعالج بالتخاطب والكلام، حتى الفيزيوثيرابيا كمان. فهون إحنا كلنا بنشتغل، بنعمل كل فترة جلسة. وإمتى إحنا بنبلش نشوف إنه صار في عنا تغيير؟ لما بنشوف في تغيير في السلوكيات، قدرنا نحصل على نتائج المرجوة من قبل الطالب نفسه. كمان أنا كمعالجة بالفنون أنا ممكن أحس هذا الإشي في الغرفة العلاجية. مثلاً بالبداية بتكون في بناء العلاقة اللي بدها وقت، حسب كل نقول مشكلة معينة، مرات بتكون بدها 5 لقاءات، مرات 3، فشوي شوي بدنا تكون سيرورة علاجية يمرقها المتعالج. بناء العلاقة بداية، بعدين إنه يجيب حاله، ممكن يكون عن طريق الكلام، ممكن عن طريق الكلام اللفظي، ممكن يكون عن طريق بس الأداة العلاجية اللي هو بيستعملها، وبنصير نحس إنه إحنا في تغيير. يعني ممكن الإشي بيكون عن طريق الفنون، لنفرض إنه ولد أجا اللي هو كان بس بده يجي يوزع الورقة ويكبها، أو بده بس يملي الطاولة دهان أو يملي الأرض دهان. فبعدين بنصير نحس إنه هو صار يقدر يسيطر على هذه المشاعر ويحطها ضمن إطار معين. فإحنا وكمان الأهل وكمان المتعالج بحس مع حاله. حلو. من خلال فترة جائحة الكورونا لاحظنا زيادة في الأزمات النفسية، يعني لدى الكثيرين صار في إقبال لتلقي العلاج، أم إنه هناك في ناس بعدها بتخجل للتوجه للعلاج؟ يعني أنا حسب كإيماني ورؤية تبعتي أنا عم بشوف القلة اللي هن عم بيخجل إنهم يوجهوا أولادهم للعلاج، ولكن الأساس هو إيمانهم في إنه ابنهم رح يحصل على التغيير، وكمان هن وهذا الإشي بيتم بدعمهم ومرافقتهم التامة. جائحة الكورونا خلفت وراءها كتير مشاكل وصعوبات، لأنه الحجر الصحي زاد مشاكل في البيوت، الانطواء هذا في والحصر داخل الإطار اللي هو صغير، ما بنقدر إحنا نطلع منه، ما نعمل حياتنا، ما نتم حياتنا كما يجب. فحسيت إنه الأهل كتار توجهوا للعلاج وكمان بسعوا لهذا الإشي حتى الآن. أي منال، حبيت هيك أطلب منك كلمة بتحبي هيك وترغبين بتوجيهها لأولياء الأمور بشكل عام، وبكل ما يتعلق بأولادهم، ممكن كمان متى اكتشاف هذا الموضوع، ممكن مساعدة أو ممكن استشارة التليفون، حتى ممكن تبدأ في أي خطوات ممكن هيك الشغلات تبدأ تصير. أول شيء أي تغيير بشوفوه عندي أولادهم هو ضوء أحمر أو مؤشر لإلهن إنهم يتوجهوا للعلاج، ما يخجلوا إنهم يتوجهوا للعلاج، سواء معالج نفسي أو معالج عاطفي. إحنا كلنا أذان صاغية، حتى لو كانت استشارة في البداية بنفع كمان يآمنوا في أولادهم بالبداية. والسلم الأول هو بيبدأ بالإيمان بقدرات ابننا إنه إحنا ممكن يتغير، وبالتالي إحنا كتير ركزنا اليوم على الأولاد، ولكن أنا بدي أقول إنه العلاج هذا لكل الأعمار، حتى أحياناً الأهل مش عارفين يتصرفوا مع أولادهم، فيهن يتوجهوا لاستشارة من قبل المعالج. فكونوا على هيك على سعة من التفكير إنه إحنا بالإمكان إنه إحنا نغير حياتنا ونحصل على حياة أفضل وأحسن. حبيت طبعا ندائك للأهالي، إنه إحنا عن جد كأهل مرات نوصل لوضع إنه طريق مسدود، مش عارفين كيف نتصرف، شو نختار، كمان إحنا مرات بنكون في هاي الحيرة ومرحلة البلبلة. فممكن الاستشارة. المعالجة العاطفية بالفن منال صباح من شفا عمر، شكرا لك على هذه المعلومات الغنية، وأتمنى أن تكون
طبعا وتكون وصلت رسائلك إلى أهدافها للأهل والعاملين في مجال التربية والتعليم. إن شاء الله. شكرا لك وكل عام وأنتم بألف خير. طالعين لفاصل قصير وراجعين على موعدنا، خليكم معنا.